السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمتجدد ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 فهم. نقول مساك الله بالخير يا فهد. الله يمسيكم النور والرضا أخي خالد، وكذلك نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة من ترحيب. معنا ضيوف ومواضيع مهمة ومميزة، إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة. في أبرز عناوين حلقة اليوم: مؤسسة قطر تطلق منصة بالعربي تد للباحثين والمفكرين الناطقين باللغة العربية. ضوابط استئناف العمل بالصالونات والصالات الرياضية. طبعاً البداية وياكم ثقافية، حيث أطلقت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تد مبادرة مشتركة لمدة عامين تحمل اسم تد باللغة العربية، وهي منصة عالمية معروفة تستقطب المفكرين والباحثين والفنانين وصناع أيضاً التغيير في العالم الناطق باللغة العربية. طبعاً هذا كله بهدف توفير الفرصة لمن لهم الرغبة بالمشاركة بأفكارهم مع جمهور أوسع. تد بالعربي مبادرة مشتركة أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع تد، وتهدف بالأساس إلى استقطاب الناطقين باللغة العربية وتسليط الضوء على قصص نجاحهم وابتكاراتهم وإيصالهم إلى العالم، فضلاً عن إمكانية تطوير المفاهيم السائدة وإحداث تغييرات إيجابية لدى الآخرين. كما تعكس هذه المبادرة التزام مؤسسة قطر بالحفاظ على اللغة العربية وتعزيزها والارتقاء بمكانتها من خلال تكريس منصات مفتوحة لجميع أفراد المجتمع وتمكينهم من تبادل الخبرات والمعارف ووجهات النظر. والجدير بالذكر أن تد منظمة غير ربحية مختصة في نشر الأفكار الجديرة بالاهتمام من خلال محاضرات وحوارات وموائد مستديرة ومبادرات خلاقة تحدث الفارقة وتنمي قدرة الفرد على التميز والابتكار. يا مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، شفنا هذا التقرير، وللحديث أكثر عن منصة تيد بالعربية سرنا أن يكون معنا في الاستديو السيد زامل بادي العتيبي، مسؤول علاقات الإعلامية في مؤسسة قطر لتربية العلوم وتنمية المجتمع. يا مرحبا ومسهلا بك أبو بادي. بكل بقى ومسي عليك وكذلك على الأخوة المشاهدين. يا مرحبا ومسهلا فيك أبو بادي. في البداية أنا ودي أسألك يعني عن برنامج تيد، هذا بالنسبة للناطقين باللغة العربية، هو معروف طبعا هذا البرنامج عالميا اللي هو باسم يعني تيدكس، فليت شوي نتكلم عنه عن أهدافه وأيضا منصة التعاون اللي راح تكون بينه وبين المؤسسات الثانية. طبعا تيد هي مؤسسة عالمية معروفة الكل يعرفها، دائما تتميز بنخبة من المتميزين اللي يكونون في المؤتمر النهائي لتيد. طبعا لأول مرة في التاريخ تكون تيد باللغة العربية مع الشراكة مع مؤسسة قطر. حرصنا على أن تكون اللغة العربية جزء من هذه المنصة العالمية المميزة اللي راح توصل أفكار شباب خلنا نقول الوطن العربي إلى العالم. فعلا أبو بادي، يعني إذا قلنا هناك مشاركة ومبادرة فأكيد راح تكون هناك أهداف، فما هي هذه الأهداف؟ من أهداف طبعاً تد بالعربي هي أن نعطي مساحة ونطلق العنان لطبعاً شباب الوطن العربي اللي يتميزون بقصص نجاح كثيرة وملهمة، وكذلك أصحاب أفكار مميزة وبإمكانهم من خلال مشاركتهم ومن خلال النقاشات أنه يحدثون تغيير إيجابي في المجتمعات بشكل عام في العالم. نعم ببادي، أنا ودي أسألك يعني مواضيع تد دائما تكون مختلفة، يعني أنا من زمان يعني ألاحظها وأشوف أيضا التغييرات اللي تطرأ بين فترة والثانية، وكثير ما تكون مهتمة بفئة الشباب. هذه المرة تد باللغة العربية، وش المواضيع اللي راح تركزون عليها وكيف راح يتم اختيار المؤهلين للمشاركة في هذه المسابقة؟ طبعا تد معروفة بنهجها وكذلك باختيارها للأشخاص. طبعا الاختيار راح يكون في عدة مراحل، هناك فعاليات راح تقام
في سنة 2021 تقريبا 16 فعالية أو عديد من الفعاليات، ما نذكر رقم معين، راح تكون فيها عديد من الفعاليات، راح يتم اختيار 16 متأهل إلى خلينا نقول مؤتمر النهائي للتد في عام 2022. 2022 يعني راح يكون اول خطاب راح يلقونه في 2022 المؤتمر الرئيسي في عام 2022. 2021 راح تكون هناك عده فعاليات يتم فيها اختيار الشباب اللي وضع عليهم اختيار للتاهل الى المؤتمر النهائي في 2022. مبادئ، اذا قلنا هناك سؤال ايضا بعد يطرح نفسه في مثل هذه المواضيع، يعني ذكرت ان المبادره تهدف تبادل الحلول والابتكار، يعني نقول قصص النجاح باللغه العربيه، ما هي انعكاسات هذه الأمور على المواطن القطري أو الشعب القطري؟ طبعاً الانعكاسات مش فقط على المجتمع القطري، إحنا هدفنا كمؤسسة خلال 25 عام أن نوصل للوطن العربي وأن نمثل قطر والوطن العربي باهتمامنا في العلم وتنمية المجتمع وكذلك البحوث من خلال طبعاً مبادرات المؤسسة. هذه إحدى المبادرات للوطن العربي للمتحدثين والناطقين باللغة العربية، على أساس نكون جزء إحنا من العالم في تبادل أفكارنا وحوارنا ونقاشاتنا مع العالم بأسره، فقط هو مش منحصر على فئة معينة أو ناس من منطقة معينة، بالعكس احنا كمواطنين او كمقيمين او كذا شعب الوطن العربي صحيح. موجودين سواء كانوا في قطر او خارج قطر، راح يتم بامكانهم انهم مشاركة وترشح ان شاء الله للمؤتمر النهائي. ان شاء الله. انا ودي اسالك، بما ان الان في عدد كبير من الناس الامانة مهتمين، وعندنا تبارك الله يعني فئة كبيرة من فئة الشباب عندهم ان شاء الله القدرة على الحديث امام الناس، خصوصا في منصات اللي يكثر فيها تواجد الجمهور، كيف ممكن يشاركون وياكم؟ هل في شروط معينة؟ هل في استمارة معينة يعبونها؟ متى ممكن يعني يبشرون في عملية التقدم إلى هذا الطلب؟ يعني راح يتم إن شاء الله الإعلان في الفترة القادمة على بإمكان أن يتم الاختيار. الاختيار مش فقط بس ترى على تقديم، هو هناك فعاليات راح تكون سنة 2021 يتم منها اختيار المرشحين النهائيين 16 إلى المؤتمر النهائي في 2022. نعم، يعني بتاخذون 16 مشارك من قطر من ولا من كافة؟ لا من الوطن العربي. من الوطن العربي كافة. نعم، يعني ذكرنا آلية التسجيل، وأيضا إذا ذكرنا آلية التسجيل وهناك خطوات 2021 إلى أن نصل إلى النهاية في 2022، ولكن تد هي منظمة غير ربحية، يعني مبادئ نوضح للمشاهدين أن هذه منظمة غير ربحية صحيح، يعني نقول متخصصة في نشر الأفكار الجديرة بالاهتمام، كيف ستوظف مؤسسة قطر هذا التعاون في الحفاظ على اللغة العربية اللي دائما احنا نعتز في هذه اللغة صحيح. اللغة العربية مثل ما انت عارف، مثل ما ذكرت، مؤسسة تد مؤسسة غير ربحية، كذلك مؤسسة قطر هي مؤسسة غير ربحية. هناك قيم مشتركة ما بين مؤسسة قطر ومؤسسة تد، اللي هي ان ننظر ان الانسان بامكانه احداث تغيير في مجتمعاته في العالم بشكل ايجابي من خلال يعني فتح افق للنقاش والحوار وكذلك طرح الافكار والابتكارات من خلال هذه المنصة. فالأهداف مشتركة، اللغة العربية هي جزء لا يتجزأ منها، هي هويتنا، هي ثقافتنا صحيح. واللغة العربية هي من أقوى اللغات في العالم من ناحية خلنا نقول الكم الهائل من الكلمات، فيها مترادفات كثيرة مترادفات كثيرة، كذلك اللغة العربية هي تمثل هوية هذا المجتمع صحيح. وثقافته يعني نعطي منصة لأحفاد علماء العرب في ابن خلدون وابن سينا أنهم يظهرون للعالم ويشاركون بأفكارهم ورؤيتهم العالم بأسره. نعم، يعني مبادئ، أنا ودي أسألك في إذن الله، إذا الله أحيانا لين 2022 راح تكون هذه المسابقة موجودة عندنا هنا في مؤسسة قطر، ولا راح يتم أيضا إيصالهم للعالم الخارجي؟ أن المشاركات أعتقد كانت تصير في أمريكا، أنا كنت أشوفها، فوين راح يكون منصة إلقاء الخطاب؟ راح يكون هنا عندنا في مؤسسة قطر ولا إن شاء الله عندنا بالفعل في مؤسسة قطر تحت رعاية مؤسسة قطر. المؤتمر الرئيسي في 2022 2021 مثل ما قلت لك فعاليات مصغرة راح يتم من اختيار أفضل المتسابقين، أي نعم، إلى 2022 المؤتمر النهائي والرئيسي اللي راح يكون عندنا في قطر. كيف راح يتم التصويت على الفائز مثلا في ذاك الوقت؟ هل راح يكون ترشيح؟ راح يكون هناك الإعلان عن الآليات اللي راح تستخدم في طبعا اختيار المتسابقين وكذلك إن شاء الله المرشحين النهائي. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. مبادئ، إذا قلنا اللغة هي أكثر مجرد وسيلة تواصل، هذا يعني مفروغ منه، نود الحديث عن برامج مؤسسة قطر للنهوض باللغة العربية. هناك العديد من مبادرات المؤسسة خلال 25 عام، عندنا مبادرات كثيرة، وإحنا كجزء من دولة قطر وكذلك مع تماشيا مع قرارات الدولة ورؤية قطر 2030 أن نحافظ على لغتنا العربية
فهذه جزء من خططنا للحفاظ على اللغة العربية بأنها جزء من هويتنا وثقافتنا. بعد يعني نفس ما شافوا أو سمعوا كل المشاهدين في عام 2019 القرار الأميري بالحفاظ وحماية اللغة العربية. صحيح. هذا جزء من تماشينا مع هذا مع هذه القرارات. نعم. طيب أنا ودي أسأل الآن لما إحنا نتكلم عن اللغة العربية وإحنا الآن في عصر يعني التطور والنهضة وما إلى ذلك، وأيضاً يمكن أولياء الأمور دائماً ما يأكدون على دراسة اللغة الأجنبية وهي اللي أصبحت الآن اللغة العالمية في كثير من الأحيان اللغة العلمية يعني لو نفترض، ولكن هذا التوجه الآن إلى أيضاً إيجاد حلول بديلة للغة العربية مثل منصة تيد مثلاً اليوم العالمي للغة العربية، هل تعتقد أن هي راح تعيد مرة ثانية النهضة أو نهضة اللغة العربية خصوصا عندنا في الوطن العربي؟ احنا نشوف ان تراجع لهذه اللغة، اصبحت يعني تستخدم لغة بيضاء بديلة او خلوني اقول انها دخيلة. نعم. ممزوجة بلغة انجليزية يمكن تكون مش مفروض ان الواحد يستخدم فيها الكلمات في بعض الاحيان، والأمانة انا واحد من الناس اللي اجد صعوبة في بعض الاحيان في انتقاء الكلمات، وهذا يعني واحد من الاشكالات اللي احنا نواجهها. امانة احنا يعني نكون واقعيين واكثر واقعية امام المشاهدين، ان صحيح اللغة الانجليزية هي اللغة الاولى في العالم، ولكن لغتنا العربية احنا يعني عدد السكان اللي تكلم هذه اللغة واللي منتشر في العالم عدد ضخم جدا مقارنة بانتشارهم في الكرة الأرضية وتواجدهم. اللغة العربية مهمة جدا، حلو ان نعتز بلغتنا بهويتنا. صحيح. ان هي اصلا ثقافتنا، وبامكاننا يعني ان في المستقبل ان شاء الله تكون يعني من اللغات الرئيسية في العالم إن شاء الله. طبعا إذا قلنا في نفس الموضوع اللي هي اللغة العربية وأيضا في نفس مؤسسة قطر، ببادي والمشاهدين تنظيم مناظرات باللغة العربية أيضا وزج فئة الشباب سواء قلنا من المدارس أو أيضا في صحيح. الجامعات أيضا هذه بادرة مثل ما ذكر أخوي خالد، أنك هني راح ترسخ اللغة العربية. صحيح. في هذا الجيل الصاعد، وخاصة إذا كانت هناك مثل المنافسات نفس المناظرات والآن مثل تيد. بالفعل عندنا احنا في المؤسسة عندنا يعني العديد من المناظرات تقام في تحت رعاية المؤسسة وفي مراكز المؤسسة، عندنا يعني مناظرات الدوحة ومناظرات قطر، كذلك عندنا الجامعات الشريكة عند مؤسسة قطر تنظم هذه الفعاليات، ودائما وجود مثل هذه المنصات هي خلنا نقول لك تخلق الإبداع ونشوف المميزين من خلالها. صحيح. أنا أعتقد أن راح تكون في منافسة كبيرة جدا للالتحاق بهذه يعني المسابقة. صحيح. للأمانة أنا واحد من الناس اللي كنت أطمح من زمان أن تكون يكون في تد باللغة العربية حتى تبين للعالم الآخر قوة وترادف الكلمة الموجودة في اللغة. صحيح. العربية فهد يعني قس على سبيل المثال كلمة مثلا أسد يعني باللغات الثانية بدون ما نذكر اسمها عشان ما نبين يعني الاختلاف وعدم التجانس، اللغة العربية تحمل يعني مترادفات ومشتقات لهذه الكلمة الليث والبثينة وما إلى ذلك لين ما أنت تعدد أسماء الأسد. فالكلمة هذه كلمة اللغة العربية المفروض الواحد فعلا يحافظ عليها، ما تستخدم يعني جات فترة حتى صارت عندنا الأمانة صيحة في الدول العربية ودول الخليج، أنه صار عندنا أنه يا جماعة الخير لما أنتم تحطون مثلا الكلمة باللغة العربية لا تحط مثلا رقم 4 أنه هي مثلا حرف العين، ولا تحط رقم ولا تحط صح أنه معناتها أنه تسوي إدماج بين كلمة باللغة العربية واللغة الإنجليزية. فالحمد لله في ناس عندهم يعني هذا الإحساس أن اللغة العربية لازم تكون موجودة. الوعي الحمد لله يعني احنا قاعدين نشوف عندنا في قطر وكذلك في صحيح. الوطن العربي الحفاظ على اللغة من خلال يعني التوجه اللي نراه الآن في نعم. جميع حتى مؤسسات الدولة باستخدام اللغة العربية كلغة رئيسية في خطابات وفي اتفاقيات في كثير من الأمور. صحيح. طبعاً أبو بادي إذا مثل ما ذكرت والآن في المناظرات وأيضاً في المنافسات الجاية اللغة العربية ما تخلو من كل مكان، وأيضاً للشعر وجود. وإذا قلنا الشعر وقلنا أن خالد أيضاً تكلم عن صحيح. الكلمات المضادة كنت أحس بأنه زال وتره لا يزال، هي كلمة واحدة زال ولكن لها أكثر من معنى. صحيح. أيضاً اللغة العربية تشكيل هو تشكيل غير تشكيل. أيوة. نعم. 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 إحنا مساء كنا نتكلم قبل تجينا على الهواء كنا نتكلم عن واحد من زملائنا اللي يعملون يعني في نفس يعني في إحدى القنوات اللي موجودة عندنا هنا في قطر، وتبارك العرب. الله يعني حصل على يعني لقب كبير جدا، وهو إنسان فعلا لما تجلس معه يعني تحس إنك أنت قاعد مع قاموس يتحدث باللغة العربية الأصيلة. فكم نفخر لما نشوف مثل هؤلاء الناس ما زالوا موجودين يمزجون بين اللغة
الأم وأيضا اللغة الأجنبية، يعني حافظ على اللغة العلمية وأيضا اللغة العربية. يعني اللي أنا فهمت أن أنتوا راح تعلنون عن انطلاق المبادرة من بداية السنة الجاية. تم توقيع اتفاقية ما بين مؤسسة قطر ومؤسسة تد. راح تكون هناك منصة، تم إطلاق موقع إلكتروني تد بالعربي، بإمكان طبعا المشاهدين يلقون نظرة على هذا الموقع. كذلك هناك راح تطلق منصات خاصة بتد بالعربي في السنة القادمة. الفعاليات راح تكون سنة 2021. هناك العديد من الفعاليات بإمكانهم دخول ومتابعة جميع التواصيل سواء على الموقع الإلكتروني لتد بالعربي. وكذلك يعني جديد بالذكر أن هناك مكتبة راح تكون غنية بالمعارف والمقالات والمحتوى، خلنا نقول محتوى تد الأصلي مترجم للغة العربية، وكذلك فيديوهات ويعني بحوث موجودة على في هذه المكتبة راح تستمر حتى بعد اتفاقية الشراكة هذه ما بين مؤسسة قطر ومؤسسة تد. راح تكون متواجدة بإمكان الجميع الاستفادة منها وزيارتها. طبعا زامل بادي العتيبي مسؤول علاقات الإعلامية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة أخيرة ودك تقولها للمشاهدين قبل أن نختم معها؟ إحنا أمانة ندعو الجميع اللي يعني المشاركة في 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 حرصهم على المشاركة في تد بالعربي. نعم. وإن شاء الله أن نقدر كلنا نحافظ على لغتنا اللغة العربية. نعم. من خلال طبعا مثل هذه الفعاليات اللي تشجع الشباب على التمسك بهذه اللغة. صحيح صحيح، الله يجزيك الخير إن شاء الله، ونكون وياك أيضا على قدم وساق لتغطية هذا الحدث المهم، وهذه مفخرة لنا أن نحصل على تد باللغة العربية وعندنا هنا في قطر. وأعتقد أن عندنا مجموعة كبيرة جدا، وخاصة الطلبة اللي متواجدين في جامعة قطر والجامعات الأخرى اللي موجودة عندنا في الدولة. يعني أنا أعرف عدد من الأشخاص يعني تبارك الله يشار لهم بالبنان لما يتحدثون باللغة العربية، فهذه فرصة جميلة جدا. ونشكر مؤسسة قطر على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه المبادرة الطيبة اللي فعلا تحاول تأصل مبدأ اللغة العربية في ظل يعني التحديات اللي موجودة اللي نشوفها اليوم. شكرا لك يا أبو بادي. إذا أعزائي المشاهدين نطلع وياكم فاصل قصير ونرجع بعدها لمتابعة ما تبقى من حلقة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من حلقة ترحيب لهذه الليلة. عادت حافلات النقل الشعبية في شوارع العاصمة الفلبينية بألوانها الزاهية ورسوماتها الغريبة، ولكن بعض التعديلات لتنسجم مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. إنها ليست حافلة نقل عام عادية، الفلبينيون يسمونها جيبني ويلقبونها بملكة الطريق، ولهذا يسعد الكثير منهم برؤيتها تعود إلى مملكتها بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر جراء الإغلاق العام بسبب وباء كورونا. وتعد هذه الحافلات من المعالم الثقافية للعاصمة مانيلا نظراً لما تحمله من أعمال فنية وكتابات تعكس جوانب من الثقافة المحلية، عدا عن كونها وسيلة نقل منخفضة التكاليف بالنسبة لملايين الفقراء في البلاد. ومع عودتها للنشاط من جديد، اضطرت الجيبني إلى تغيير بعض ديكوراتها التقليدية لتتمكن من تطبيق إجراءات الوقاية من انتشار العدوى، حيث تم وضع حواجز تساعد على ضبط التباعد ومسافة الأمان، إلى جانب فرض قواعد الأمان على الراغبين في الصعود إلى هذه الحافلة. ويواجه أصحاب هذه السيارات مشكلات في فرض الإجراءات الجديدة على الركاب من سكان المناطق الشعبية، عدا عن كون هذه الاشتراطات تتسبب في تقليص عدد المقاعد، غير أن تحديات أزمة وباء كورونا ليست الوحيدة التي تواجهها حافلات جيبني، حيث تضاف إليها تهديدات من السلطات المحلية بالحد من هذه الآليات بسبب حجم التلوث الكبير الذي تسببه للبيئة، إلى جانب عدم التزام سائقيها بقوانين المرور.
شفنا معاكم هذا التقرير مشاهدينا ومستمعينا الكرام في العاصمة الفلبينية اللي شفنا فيها الناقلات الجماعية أو الحافلات الجماعية اللي تنقل عدد كبير. أخوي خالد يعني نقولنا قبل فيروس كورونا غير الوضع عقب فيروس كورونا غير، فأنت خلاص لابد أنك تتعايش، ولكن لاحظنا في هذا التقرير أيضا الالتزام داخل الحافلة وأيضا خارجها بالتباعد الاجتماعي. بالضبط معك حق فيصل فهد، يعني مثل ما تفضلت فهد احنا كنا من ساعة نسولف مع بعض، احنا دخلنا اعتقد الحين في مرحلة التعايش. صحيح. العالم كله دخل مرحلة التعايش، يعني ما يصير الحياة كلها تتعطل أو تقف، ولكن يعني كان في تدرج في النقل من يعني مرحلة إلى مرحلة، وهو هذا الشيء الأمثل أو إلى حد ما يعتبر هذا حل ناجع للتعايش مع هذه المرحلة. صحيح. يمكن أنا بستغل الوقت فهد ونعرج على موضوع أن احنا تصلنا أيام قلائل يعني وندخل يعني في عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى، فهذه رسالة نوجهها أيضا للناس أنه لازم ننتبه ونحاسب، يعني خصوصا عندنا كبار بالسن نحاول نسلم عليهم، يكون مجرد السلام بالكلام يعني ومعزتهم على عيننا وعلى راسنا. صحيح. فننتبه يعني ما ننقل لهم، والواحد يكون حذر جدا أنه يعني يحاسب على هذه الفئة اللي يعني مهمة وغالية على قلوبنا، وخصوصا الناس اللي بيطلعون الحين ويعني يشترون مقاضي العيد، فينتبهون أيضا من لا قدر الله اي يعني اي موضوع ممكن يسبب لهم نقل لهذا الفيروس. يعني فعلا اخوي خالد يعني مثل ما قلت وهذه اكيد رساله موجهه، ومثل ما قالوا كلنا وصاته عنده. صحيح. ايضا الوعي اللي كان عند اهل قطر سواء من مقيمين ومواطنين. المرحله الثالثه كانت في تاريخ 1 اغسطس، ولكن بالاحتراز اللي سويته انتم يا مشاهدينا ومستمعينا الكرام بالحفاظ على اماكنكم والحرص ايضا وامتثال الاوامر اللي في المقدمه كانت الصفوف الاوليه لهم. صحيح. خدمه الصحه. قدموا فتح المرحله الثالثه الى تاريخ 28، فهذا شيء ايجابي، ولكن جاء من وعيهم وايضا كلامك طيب في العيد ايضا نكون حريصين ايضا نقدم المرحله الرابعه. بالضبط، وان شاء الله كل شيء يكون بخير وبعافيه وتمر هذه الايام وتنقضي ويكون شيء ان شاء الله من الماضي باذن الله تعالى. ودك نروح للرياضه فهد؟ والله مشتاقين. اذا الى الرياضه اعزائي المشاهدين، حيث اعلنت ايضا اكاديميه سباير عن تخرج الدفعه 13 للعام الدراسي 2019-2020، فعلى الرغم ايضا من تعليق الفصول الدراسيه في مدرسه الاكاديميه بسبب تفشي وباء كوفيد 19، الا ان اعضاء هيئه التدريس والموظفين في اكاديميه سباير ايضا كانوا قادرين على تقديم الخدمات العديده التي يعتمد عليها الطلاب الرياضيون حتى لو كان ذلك عبر الانترنت. اكيد اخوي خالد. وللمزيد حول الدفعه الجديده التي تم تخريجها، ويسعدنا ان نستضيف السيد جاسم الجابر مدير مدرسه اكاديميه سباير. مرحبا ومسهلا بك اخوي جاسم. يا مرحبا، هلا حياكم الله. الله يحييك اخوي جاسم. طبعا في البدايه نبارك لكم هذا التخرج، تخرج عيالكم من هذه الاكاديميه اكاديميه سباير، ولكن ايضا هذه الدفعه تعتبر الاكبر عدد في تاريخ الاكاديميه. كم عدد طلابها في اي تخصصات الرياضيه؟ طبعا بدايه اتقدم بالتهنئه لابنائنا الطلاب واولياء امورهم على التخرج من اكاديميه سباير. نعم، هذه الدفعة مثل ما ذكرت أخوي هي الدفعة الأكبر، 42 خريج من أكاديمية سباير موزعين على ألعاب مختلفة، منهم 17 طالب في كرة القدم و14 طالب في ألعاب القوة، وباقي الخريجين موزعين بين تنس الطاولة والسكواش، الرماية، المبارزة، الجولف، وعندنا أيضا حكام لكرة القدم. الحمد لله رب العالمين، برغم الظروف اللي كانوا مارين فيها، لكن الحمد لله استطاعوا انهم ينجحون. الان وصلنا الى تقريبا 443 خريج من اكاديميه سباير من عام 2008. ممتاز. طبعا جاسم انا ودي اسالك، يعني بما ان هذا الموقف يعتبر فريد من نوعه، احنا نتكلم عن التعليم والتعليم في الجانب الرياضي، فاكيد كانت في هنالك يعني تحديات، كيف استطعتوا تتغلبون على هذه التحديات خلال جائحه كورونا والحفاظ ايضا على المعدل الاكاديمي او التحصيل الاكاديمي للمنتسبين الى مدرسه اكاديميه سباير؟ طبعا بداية الطالب في أكاديمية سباير مختلف عن الطالب في المدارس العادية. نعم. في أكاديمية سباير عنده تعليم وعنده تدريب. ف
فكان في البداية ان احنا شلون نقدر ان احنا نستخدم الموارد البشرية والتقنية اللي موجودة عندنا بحيث ان نطوعها ونقدر ان نستخدمها في عملية التعليم عن بعد او التدريب عن بعد. بدأنا بداية في هذه المرحلة اللي هي مرحلة التخطيط. لما وصلنا إلى مرحلة التنفيذ بدأنا نحدد أوقات معينة. صارت كثير من حملات التوعية للطلاب، لأولياء الأمور، للموظفين. بدأنا نستخدم التكنولوجيا بما أن طلابنا أيضا مجهزين ومدربين على استخدام التكنولوجيا. بدأوا يعني الطلاب يلتزمون معانا خلال الفترة. ما يفوتني أن أشكر يعني هني شكر جزيل أولياء الأمور، حقيقة كانوا عين الأكاديمية في المنزل، كانوا هم اللي ساعدونا في حث أبنائهم على الالتزام معانا. نعم. بتعاون وتكاتف الجميع الحمد لله قدرنا أن احنا نتجاوز هذه المرحلة وقدرنا أن ننجح فيها. فعلا أخوي جاسم، إذا باركنا حق الخريجين فأكيد نحن نبارك حق اللي هم أدوا إلى هذا البذرة، إلى الخروج إلى جميع مستويات الرياضة وفئات الرياضة كلها. أولياء الأمور نبارك لهم بتخرج أبنائهم، وأكيد دائما نقول إنه يعني هناك أوقات صعيبة، ما نبغي نقول إنه يعني مشاكل أو شيء، ولكن أوقات صعيبة يطلع منها الواحد قوي. وأكيد إنه يعني هذه الجائحة كورونا يعني أكيد إنها طلعت كفاءة وشجاعة الطلاب وإرادتهم وشخصيتهم. نبغيك تحدثنا عن اللي صار مع طلابنا بحلول هذه الجائحة الغير متوقعة اللي اللهم لك الحمد بدينا نتلاشى منها بعد الله سبحانه وتعالى، ولكن إرادة وشخصية الطلاب أثبتوا وجودهم أيضا في هذه الدراسة. صحيح. خلال هذه الجائحة أخوي جاسم. طبعا أنت مثل ما ذكرت أخوي، يعني ما شاء عند المحن تظهر المعادن ومعادن الرجال. صحيح. ولله الحمد يعني خلال هذه الجائحة طلابنا أشكرهم بداية شكر جزيل، كانوا جدا متعاونين معانا ومتفاعلين معانا، كانوا يعني لدرجة أن إذا واجهتهم أي صعوبة كانوا على طول يتواصلون معانا على أساس أن نتحاول نتقلب على هذه الصعوبة مع بعض. كان الطلاب يعني في خلال عملية التعليم أو التدريب على بعد ملتزمين التزام تام. هذا الالتزام هو اللي خلاهم أن أو يوصلون إلى مرحلة النجاح. دائما الطلاب، الطالب إذا كان ملتزم في واجباته، إذا كان ملتزم بتدريباته، إذا كان ملتزم بالحضور، إذا كان ملتزم بالسلوكيات، هذا الجزء أساسي من عملية النجاح. أثبتوا أنهم على قد المسؤولية وتحملوا المسؤولية، وهذا الشيء يعطينا أيضا أن إحنا ما زرعناه فيهم خلال السنوات اللي طافت من مهارات قيادية ومهارات حياتية بدأ طلع ناتجها، مع أن احنا كنا غير مستعدين يعني للكوفيد، لكن طلابنا أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية. صح. وهذا أيضا ينعكس لما يروح يشارك في بطولات خارجية. نعم. لما يمثل دولة قطر في بطولات خارجية، هذا يثبت لك أنه هو قادر على أنه يحمل المسؤولية وقادر على أنه هو يرفع راية قطر. نعم. أنا ودي أسألك يعني جاسم عن أبرز الأبطال اللي عندنا اللي تخرجوا من هذه الدفعة، يا ليت لو نعرج أو نذكر أساميهم. نعم. أيضا نشوف أعلى النسب إذا كانت موجودة أو حاضرة عندك الآن، فيا ليت نذكرهم يعني من باب يعني الاحتفاء. نعم. فيهم. نعم. طبعا احنا من عام 2008 بدأنا بعملية التخريج للطلاب الرياضيين، كان ولله الحمد كثير من الطلاب اللي يعني واصلوا في المجال الرياضي، منهم معتز برشم في ألعاب القوة، أو عبدالله. نعم. التميمي في سكواش، أو أيضا حتى الفريق اللي فاز في كاس آسيا. أيضا أضيف لهم في هذه الدفعة عندنا أيضا بطل رياضي اللي هو الطالب أواب. الطالب أواب فاز في البطولة الأولمبية للشباب في فنلندا في 2008، فاز في الميدالية الذهبية. نعم. في 100 متر حواجز. أيضا هذا ينضاف. أيضا عندنا من سواء من الجانب على الجانب الأكاديمي، عندنا الطالب حسين المطوع اللي متخرج بنسبة 95% في الجانب العلمي. ما شاء الله. كل هذه إنجازات يعني سواء أكاديمية أو رياضية، وإن شاء الله إن إحنا أيضا على أتم الاستعداد إن إحنا أيضا نرفد كثير من الطلاب الرياضيين للمجتمع مستقبلا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أكيد نتمنى لهم التوفيق. دائما إذا ذكرنا أخوي خالد وأيضا. نعم. جاسم ومشاهدينا الكرام، أنك ذكرت الآن الرموز أو الأبطال اللي دائما تفوقوا في هذه، إذا قلنا هناك أبطال فأكيد هناك
الأبطال اللي درسوهم أو صحيح. أعطوهم المواضيع اللي هي هيئة التدريس. أكيد جهود صحيح. مضاعفة بذلتها أعضاء هيئة التدريس في أكاديمية إسباير للتقلب على الظروف صح. التي فرضتها كورونا. لو تحدثنا أخوي جاسم عن دور هيئة التدريس لتأهيل وتخريج أيضا هذه الدفعة. نعم. طبعا مثل ما ذكرت بداية أنا أتوجه بالشكر الجزيل لجميع الطاقم التعليمي في إدارة التعليم في أكاديمية إسباير. حقيقة بذلوا جهود مضاعفة خصوصا خلال الجائحة. لما أتكلم عن المعلمين أو المدرسين صراحة بذلوا جهد كبير في عملية التحضير، في عملية التعليم عن بعد، والتعليم كان مباشر، يعني كانوا يدخلون مع الطلاب في نفس الوقت والحصة كانت تكون مباشرة، تعلم تزامني. أيضا من خلال عملية التغييم، أيضا كان في المشرفين الإداريين اللي تابعوا الطلاب، سواء تابعوهم في عملية السلوكيات، في عملية الحضور والغياب، في عملية صحيح. متابعة الواجبات نعم. كذلك أيضا ما أهملنا دور الورش التعليمية، استمرينا بالورش التعليمية للطلاب لأولياء الأمور. صارت كثير من الاجتماعات اللي صارت سواء مع الطلاب كانت مع أولياء الأمور، كان مع الأمهات، كان في اجتماع خاص أيضا للأمهات. ودائما أخوي إذا حاب أنك يعني تقيس مدى نجاحك لازم تشوف رضا متلقي الخدمة، فإحنا اللي يتلقون الخدمة عندنا الطلاب وأولياء أمورهم. من خلال الاستبيان اللي عملناه يعني كان في رضا تام ولله الحمد من الطالب ومن ولي الأمر. نعم، أنا ودي أسأل يعني بالنسبة للوصول إلى يعني مستوى معين من الرضا أو النجاح إن صح التعبير، يعني أنا ودي أتكلم أيضا عن الخطوات الاستراتيجية اللي أنتوا استخدمتوها في الأكاديمية واللي أيضا هيئت لكم سبل النجاح، خصوصا نعم. لما نتكلم عن المستوى الرياضي وأيضا على المستوى الأكاديمي. طبعا طبعا بما ان انت عندك رؤيه ورساله يقودون العمل عندك، الطريق ان شاء الله راح يكون واضح. اكاديميه إسباير هي عضو في مؤسسه إسباير زون، وإسباير زون رؤيتها انها تكون المرجع في التميز الرياضي على مستوى العالم. من هذا بدات اكاديميه إسباير العمل، بدات منذ نشاتها في انها تكتشف المواهب الرياضيه وتنشر الثقافه الرياضيه في المجتمع. طبعا بعد اكتشاف المواهب يبدا عمليه تطوير هذه المواهب صحيح. تطويرها ايضا نتكلم عن تطوير الجانب الشخصي من خلال كثير من المهارات اللي يتم زرعها في الطالب، مهارات حياتيه، مهارات قياديه. الجانب التعليمي من خلال اتباع اساليب تعليميه حديثه والتوجه الى التعلم وليس التعليم، التوجه الى ان الطالب هو اللي يبحث عن المعلومه وليس يكون ما يكون هناك في تلقين. أيضا الجانب الرياضي اللي ركزنا أن نطوره كثير عند الطالب على أساس أنه بخلال طبعا وجود مدربين على أعلى مستويات وأجهزة تكنولوجية ساعدت في أنه تطلع الطالب الرياضي. طبعا في الأخير هذا الطالب راح يطلع للمجتمع كطالب أو خريج رياضي مثقف، سواء أنه عنده مجال أنه يقدر يستمر في الجانب الرياضي كمحترف رياضي أو يكمل دراسته في الجامعات، أو أيضا ممكن أنه يذهب إلى سوق العمل وأيضا يساهم في تطوير المجتمع. فعلا أخوي جاسم، أكيد بحكم أنك مدير مدرسة ومروا عليك أجيال، وإن شاء الله نشوف أجيال قادمة أيضا راح يمرون على هذه المدرسة، ولكن الآن نتكلم في الوقت الحاضر حاليا الخريجين، تمنى لهم التوفيق. نبغي كلمة أخيرة منك كنت كمدير مدرسة توجه للخريجين لمواصلة أيضا التميز الرياضي ورفع اسم قطر في مختلف المجالات. طبعا احنا دائما نقول حق أبنائنا الطلاب أن قطر استثمرت فيكم من خلال أكاديمية إسباير، وعندكم الحين بعد التخريج يعني الدور اللي انتم تسوونه الحين لرد هذا الدين لدولة قطر. فمن خلال بذل الجهد التام اللي تبذلونه خلال مشاركاتكم في البطولات نعم. او ايضا من خلال ان انت تبرز القيم اللي تعلمتها في أكاديمية إسباير كطالب رياضي متعلم قيم، سواء قيم إسلامية او او او, أو قيم تربوية نعم. نبي منك ان انت الحين تكون متوجه هذا التوجه خلال المشاركات. ودائما نقول ايضا حق ابنائنا الطلاب ان اكاديميه إسباير بيتك الثاني، تقدر ترجع في اي وقت،
تقدر تتعلم أو تسأل عن أي شيء أو كنت محتاج أي شيء، تقدر أنك تسي وتطلب، وما راح يكون يعني في تقصير في تقديم المساعدة والعون لك. وفي الأخير يعني أقول لهم تستاهلون، مبروك، وإن شاء الله أن نشوفكم في يعني أكثر المحافل الدولية تشرفون دولة قطر إن شاء الله. شكرا لك السيد جاسم الجابر، مدير مدرسة أكاديمية إسباير، الله يوفقك إن شاء الله. وأيضا نشكر مرة ثانية ونبارك لجميع خريجين الأكاديمية اللي تخرجوا معنا في هذا العام ضمن الظروف والتحديات الصعبة اللي فعلا أثبتوا يعني قوتهم وأيضا قوة إرادتهم في التحصيل العلمي، فالله يوفقهم إن شاء الله، وألف آمين. مبروك لكل الخريجين. إذا نطلع وياكم أعزائي المشاهدين إلى فاصل قصير ونرجع بعدها لمتابعة حلقة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. يا مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا واستكمالات للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا، وزارة التجارة والصناعة تحدد ضوابط استئناف العمل بالصالونات والصالات الرياضية، نتابع في هذا التقرير. في إطار المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي، أكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ويتوجب عليها تطبيق الإرشادات التالية: استقبال العملاء بما لا يتجاوز نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية، وعدم السماح للعملاء بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز وفحص وقياس درجة حرارة العملاء عند المداخل. كما يتوجب عليها توفير معقمات الأيدي والصابون، وإلزام العملاء والموظفين بترك مسافة فيما بينهم لا تقل عن المترين. وفيما يتعلق بالصالات الرياضية، أكدت الوزارة على ضرورة التزام الصالة الرياضية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة ووزارة التنمية الإدارية المبينة مسبقاً، كما يمنع دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وإلزام العملاء بإحضار واستخدام مناشفهم وأدوات التعقيم وزجاجات المياه الخاصة بهم، وإلزام الموظفين والعملاء بترك مسافة فيما بينهم لا تقل عن المترين باستثناء أفراد العائلة الواحدة. كما يجب ألا تقل المساحة المحيطة بالمدرب الواحد عن 9 أمتار مربعة، إلى جانب تحديد نسبة الإشغال بحيث لا تزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية للصالة الرياضية، وتشجيع العملاء على الحجز المسبق عبر الإنترنت أو الهاتف للمشاركة في حصص اللياقة البدنية. تحتفل أيضاً دولة قطر باليوم الدولي لصيانة النظام الإيكولوجي لغابات المنغروف التي تشتهر أيضاً بأشجار القرم الساحلية والموجودة أيضاً بكثرة في منطقة ذخيرة. في 26 يوليو في كل عام تحتفي قطر بغابات المنغروف كونه اليوم الدولي لصيانة النظام الأيكولوجي لغابات المنغروف. واختارت منظمة اليونسكو الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2016 باعتبار أن هذه الغابات تمثل نظاماً أيكولوجياً فريداً وخاصاً، وأن وجودها بكتلتها الحيوية وإنتاجيتها يعود بفوائد كبيرة على البشر.
غابة المنغروف تنتشر في قطر بمنطقة الذخيرة شمال مدينة الخور الساحلية على مساحات شاسعة مزدهرة بالنباتات الطبيعية، وتشتهر هذه المنطقة النباتية بنظامها البيئي الذي يجذب الطيور المقيمة والمهاجرة كطيور النحام الوردي وطيور مالك الحزين. وتزخر هذه الغابات التي تمتد على مساحة 14 كيلومتراً بالأحياء البرية، وتعمل أشجار القرم الساحلية على إنتاج الأكسجين وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة، وهذا ما يساعد بشكل كبير في تقليص الاحتباس الحراري، كما أنها تقوم بالمحافظة على درجة الحرارة المناسبة للمناطق الساحلية التي تتواجد فيها، وخاصة في تقليص الفوارق الحرارية بين النهار والليل. وشجر القرم هو نبات معمر دائم الخضرة، ينمو في المستنقعات ذات المياه المالحة والحلوة، كما ينمو قرب شواطئ البحار بحيث تغمر المياه مجموعه الجذري بشكل دائم أو في مواقيت معينة. طبعا نجي من الذخيرة مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نعم. نجي إلى كل بيت. نظمت حديقة القرآن النباتية عضو مؤسسة قطر ندوة إلكترونية بعنوان الزراعة المنزلية أسلوب حياة لاحتياجاتنا اليومية. تناولت هذه الندوة دور الحدائق المنزلية في تعزيز الاكتفاء الذاتي ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. عن بعد وعبر منصة مايكروسوفت تيمز، نظمت حديقة القرآن النباتية عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ندوة تفاعلية حملت عنوان الزراعة المنزلية أسلوب حياة لاحتياجاتنا اليومية. نخبة من الخبراء المتخصصين بمجال الزراعة من دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة أدلوا بدلوهم في نقاش ثري عن أهمية الزراعة في المنزل وما لها من أثر كبير في تعزيز الاكتفاء الذاتي الذي يسهم بدوره في تحقيق الأمن الغذائي. وتسعى حديقة القرآن النباتية بمختلف أنشطتها وفعالياتها إلى عرض وحفظ النباتات المذكورة في القرآن الكريم والنباتات المحلية في دولة قطر، وإلى توعية كافة أفراد المجتمع بأهمية الزراعة في حياة الإنسان. وبهذا قد وصلنا إلى نهاية الحلقة من برنامج ترحيب، على أن نلتقيكم إن شاء الله في الأيام القادمة، والقابلة إن الله أحيانا وحياكم. في أمان الله. في أمان الله.